الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، الناس ما تتضايق من الكلام في التوحيد، لأنه ربنا عز وجل قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الزول اللي بيتضايق من الكلام في التوحيد، أعبد الله براو، أدعو الله براو، استغيث بالله براو، استعين بالله عز وجل وحده، الزول اللي بيتضايق من الكلام ده، ربنا عز وجل قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، نفس الزول المضايق ده يمشي خيمة بتاعت مديح ونوبة ودربكة وحرتي سرتي إلى آخره، فهمت؟ تلقاه يبشر الله أكبر صلى على المصطفى. ده النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا عز وجل قال: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. المؤمن يفرح ويسر بالكلام في التوحيد. ليه؟ لأنه ربنا عز وجل خلقك عشان توحد ربنا تبارك وتعالى، وخلق الجن والإنس عشان يعبدوا الله عز وجل براو، ورسل الرسل عليهم الصلاة والسلام عشان يعبدوا، عشان يدعوا الناس للتوحيد. ربنا عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك، الرسل قبالك كلهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، دعوتهم للتوحيد، ما عندهم دعوة تاني. فالمؤمن ما بيتضايق. عرفت ده الموضوع الأول. الموضوع الثاني، الشرك الذي حاربه الله تبارك وتعالى في القرآن وحاربه النبي عليه الصلاة والسلام. الشرك ينشرون ليلة في البلد دي وفي غيرها الصوفية، بل واضح كده، أنا بجيك من آخر حتة، آخر محطة عشان ما تكتر معي كلام كثير. الشرك ينشروا الصوفية، سمانية، برهانية، تجانية، ختمية، شيطانية، أي طريقة تنشر الشرك بالله جل وعلا. تزعل ما تزعل، ما عندنا بك شغل، لا ده الحق، ده الحق، ده الحق. انت كتبهم قاعدة ومدايحهم قاعدة، هم الناس اللي بيعلموا السودانيين، أمهاتنا وأبهاتنا وأخواننا وأخواتنا، يعلمهم يدعو غير الله تبارك وتعالى. اللي بيعلم منو؟ منو؟ منو اللي قاعد يعلم الناس الشرك؟ اللي قاعد يقول لهم نادوا غير الله، ونادوا الفكي، ونادوا القبة، انت منو؟ الصوفية مدحة الآن في قناة النيل الأزرق وقناة ساهور وغيرها، مدحة جديدة، ما أعرف 2016 ولا 2000 وكم ولا 17، ده قال في كل بلية، تركز في الكلام ده كويس، هي مع المزيكا وما بتفهم حاجة، لكن أنا بقول لك الكلمات. قال في كل بلية، كل بلية يعني شنو؟ أي بلوة، صح؟ طيب أنت كمسلم أي بلوة بتعمل شنو؟ تلجأ لله تبارك وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يا إله مع الله. القرآن سورة النمل ده قال في كل بلية كلام بالفاكس، أها، خطوط هوائية، ليه مكاشف الغوم؟ أوعى تزعل، دي المدحة قالت كده. في كل بلية، أي بلوة جاتك، أي بلوة، من طعنتك شوكة لحد ما يدك اتكسرت وسرقوا البيت، امتى، والمرة بقت عيانة والولد كراعه اتكسرت، أي بلوة جاتك قال تعمل شنو؟ قال خطوط هوائية، ليه مكاشف الغوم؟ ما عارف 09 09 2، ما عارف الحافل، مهم خطوط هوائية. طوالي تنادي منو؟ مكاشف الغوم. وهنا نحن بنقول لك نادي الله براو. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال كلام بالفاكس خطوط
هوائية ليه مكاشف القوم؟ إذا طوالي جاتك بلية ودعيت المكاشف أنت أشركت بالله تبارك وتعالى، لأن ربنا عز وجل قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. تسأل الله براو جاتك بلوى تنادي الله تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ده قال خطوط هوائية لمكاشف القوم فكا فككية، تعال اشرح، ربا وربي سلكا ملكية لشكيني بعموم نورا نورية هككم سككم من غير مفهوم. ده شنو؟ قول لك صلى عليه منو هككم ابن سككم منو بالضبط؟ دي المدايح الآن التي بيغشوا بها المسلمين ويغشوا بها السودانيين وينشروا بها الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. الطرق الصوفية السمانية على رأسهم شيخهم الكبير عبد الرحيم ابن وقيع الله البرعي، ما نبذناه أصلا ما نبذناه، قال إنها خطب يعني جات مصيبة في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. ها لو جات مصيبة زي المصيبة الأسد مش جاز ما في وبغاز ما في وبنزين وعيش وما عارف ليك، فهمت؟ طوالي قال لك قل يا ولي الله إسماعيل، والبري ذاته لما جاته مصيبة بقى يكورك يا أبو التايو وحامد بعصايا تزيل الحصايا وأمراض كلايا، واحد فيهم نفع ما في الحص وكتلته نجمته كتبت نفس مات. انت الاسماعيل ده شغال شنو كان؟ البلد دي مش قبل فتره اليرموك مع مخزن بتاع ذخيره في الخرطوم ضربه طيران جا ضرب فرقع اسماعيل ده كان وين؟ الطيران ده خش وين؟ ما قلتوا حارسين الكون ديل فراس للكون حراس والبرفع راسه ليه يواسه. طيب الطيارات دي خشت بين ضربت المعسكر ولا المخزن بتاع اليرموك؟ يا كذابون يا افاكون يا صوفيه. قال انها بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل، وانت عارف تماما انه العقيده ادى عليها البرعي دي ابو جهل ما بيعتقدها، ابو جهل عليه لعنه الله ما بيعتقد العقيده دي. لو جات مصيبه ابو جهل كان بيسال الله، البرعي بيسال اسماعيل الاحسن منه؟ ها بقول لك حفظوا القران كده كويس، الاحسن منه. لو جات مصيبه البرعي بيسال اسماعيل، وقال لك انت تخلي الله تسال اسماعيل، وابو جهل كان بيسال الله. الله قال واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مشركين لما يركبوا في السفينه بينادوا الله براهم، لا بينادوا هبل لا اللات لا العزى لا ليه؟ لانه عارفين انهم في المصائب وفي الشدائد ما بحلهم، البنفع والبنصر ربنا تبارك وتعالى وحده. المشرك زمان كان يدعو الله تبارك وتعالى، الليله البرعي اللي بيقولوا ولي وصالح وشيخ الصوفيه في السودان قال لك لو جاتك مصيبه تنادي اسماعيل الولي. المرغنية مهما يكن من خطب فقم وانده وقل يا مرغني أنجيك من كل شدة أو آتيك بسرعة، ديل المرغنية. التجانية كذلك، البرهانية كذلك، وغيرهم من الطرق تنشر الشرك الصريح بين أهلنا السودانيين. فواجب عليك أنت ما عندك دقن ولا ما عندك دقن أو هتعمل لنا برنامج تيجوا انتوا تتكلموا اخوان، انت بصفتك ده مش كلم الناس يا قول لهم يا اخي وحدوا الله ادعوا الله براو، هنا ما عندكم قبب امشي حته فيها قبه يا ناس، القبه دي ما بتجوز، النبي عليه الصلاه والسلام حرم البناء على القباب، ادعوا الله عشان البلد تتصلح تمشي لقدام. انت الدعوه دي لابد تنتشر، لابد الناس تقيف وقفه بتاعت رجال، ها وقفه بتاعت رجال، لانه النسوان والرجال أشباه الرجال ما بيشتغلوا الدعوة دي. أنت الدعوة دي حارة، لأن ربنا عز وجل قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الليلة في طرق كثيرة،
في أحزاب كثيرة، في جماعات كثيرة، في طرق كثيرة، كلها باطلة، كلها باطلة. ربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، طريق واحد بوديك للجنة، طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في الدين ما في أنصار سنة، ما في جبهجية، ما في إخوان مسلمين، ما في داعش، ما في صوفية، ما في حركة شعبية وطنية ليبية، ما في إسلام. ربنا قال هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا الآيات من سورة الحج. ما في طرق، ما في جماعات، ما في أحزاب، كلام واضح، دعوة للتوحيد واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وأي ذول قال لي غير الكلام ده غشاك، أي ذول قال لي غير الكلام ده غشاك. لا بد من النهضة بهذه البلاد والخروج من بها من هذا المستنقع وهذه الحفرة وهذه الهاوية. يا ذول كذاب، التوحيد وينه؟ التوحيد حق الله وينه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق الله عليك أنت، تعبد الله وما تشرك به أحد من دون الله تبارك وتعالى. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة بإذن الله تعالى من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إمتى؟ دي فائدة التوحيد، دي فائدة التوحيد. ربنا عز وجل بيصلح به البلد وبيرفع به البلاد، وربنا عز وجل يغفر به الذنوب. ربنا تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما إن دعوتني ورجوتني، قال يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. ده التوحيد، بيرفعك، بيغفر لك ذنبك، انت بدخلك الجنة. أما الشرك والكفر والإلحاد والبدع بتوديك النار، بتوديك النار. ربنا عز وجل قال الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الله قال فتفرق بكم عن سبيله، بتبعدك من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاحذر تماما من أي صوفي في تلفزيون في أي حتة، لو جاك في النوم صوفي نجمه. إمتى؟ في النوم إذا لقيت صوفي طوال أدي حقه قول لا الله قال الرسول قال بتخارج مع شيطان في النهاية. إمتى كلامي إنت؟ أوعك تسمع تقعد ترخي أذانك تقول أنا باخذ الكويس وبخلي الكعب. بالله كده هسه تعالى طلع لي من الصوفية دي الكويس والكعب، ما بتاخذ الكعب وبتخلي الكويس. انت لو عرفت الكويس من الكعب ما بقيت عالم. وبعد ربنا عز وجل منعك تقعد مع أهل الشرك وتسمع لأهل الشرك وأهل البدع. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، الله قال فلا تقعدوا معهم. أوعك تسمع لصوفي في تلفزيون في راديو في غيره في أي مكان، ما يجوز، حرام. وأوعك تسمع لحزب أنصار سنة أخو مسلم غيره، قناة طيبة، قناة الاستجابة، قناة مين، كلها باطل، كلها باطل. لا تسمع إلا لمن يدعو للتوحيد ويقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج الأنبياء. من العلماء المعاصرين قاعدين العلم، إمتى؟ ما ترخي أضانك تسمع لأي زول، عشان بكرة جينا ببلوة جديدة، بكرة ماشي داعش، بعد شوية ماشي وين ومين إلى آخره. فالناس تحرص وتكون نجيضة زي ما الناس بيختاروا في الدنيا
الملابس والجزم وغيره من الفرش والسكن والأساس. فهمت؟ الناس تكون حريصة على فحص الدين واختيار الدين. ما يزول بياخذوا منه دين صوفي ولا غيره، ما بياخذوا منه دين. هو صوفي عنده دين يا أخي؟ لو عندك دين بتبقى صوفي؟ فهمت كلامي؟ وأنا أقدم الأستاذ الشيخ شهاب عوض.